بسم الله الرحمن الرحيم. نتواصل مشاهدين الاعزاء، تتواصل الاندفاعات وتتواصل مسارات التحدي والقوة هنا على أرضية ميدان اللبسها على البركة. مشاهدين الاعزاء، تعلن هذه الانطلاقة ويعلن هذا المسار والتحدي والإثارة. شوطنا السادس عشر، أعلنت الانطلاقة وأعلن هذا المسار والتحدي والإثارة. شوطنا لفئة الجعدان المحليات الأصايل على البركة، وتابع الانطلاقة وتابع الاندفاع. الله الله، أسامي مشاركة، أسامي لها وزنها ولها ثقلها هنا تشارك في هذا الشوط. الله على البركة. مشاهدين الأعزاء، أتابع صدارة هذا الشوط، أتابع المقدمة. هنا سراب خليفة بن سعيد بن عبيد بن رشيد، من يقدم لنا سراب؟ خليفة بن سعيد بن عبيد بن ضاعن، من يقدم لنا المركز الأول ويقدم لنا صدارة هذا الشوط. ثاني المراكز، هنا التواجد أيضا من توق. سالم بن راشد بن غدير، من يقدم لنا بركان على مقدمة هذا الشوط وعلى صدارة هذا الشوط. ثاني المراكز، هنا التواجد من تواق أحمد بن محمد بن غانم الهاملي، من يقدم بن غنام الهاملي، من يقدم لنا تواق على المركز الثاني والمركز الثالث. هناك التدخل والتقدم في هذه اللحظات من صوغان عبد الله بن محمد بن سرحان الغفلي، من يقدم لنا صوغان على المركز الثالث والمركز الرابع. هنا التواجد من مياس سالم بن سلطان بن علي بن ثريم الاكتبي على المركز الرابع والمركز الخامس. هناك من الجانب الآخر، هناك مطلوب صالح بن العبد بن علي العويسي، من يقدم لنا مطلوب على المركز الخامس والمركز السادس. هنا تواجد أيضا من صدام، متواجد على المركز السادس سالم بن خلفان بن حمد الحافري. هذه النتيجة للستة المراكز المتقدمة في هذا الشوط. أعود مع بركان، أعود مع الصدارة، أعود مع بركان على المقدمة. سالم بن راشد بن غدير، من يقدم لنا بركان على مقدمة هذا الشوط؟ أحد شباب مرغم، من يقدم لنا هذه الانطلاقة المميزة وصدارة هذا الشوط؟ ثاني المراكز، هنا التواجد من صوغان عبد الله بن سرحان الغفلي، من يقدم لنا صوغان على المركز الثاني والمركز الثالث. هنا تواق أحمد محمد بن غنام الهاملي، من يقدم لنا تواق على المركز الثالث والمركز الرابع. هناك مطلوب، وصل مطلوب في هذه اللحظات. الله الله الله، يتواجد مطلوب. يتواجد هنا صوغان عبد الله بن محمد بن سرحان الغفلي على ثاني المراكز وثالث المراكز. هناك التواجد ايضا من مطلوب صالح بن العبد بن علي العويسي، من يقدم لنا مطلوب على المركز الثالث والمركز الرابع. هنا التواجد والتقدم ايضا من مياس سلطان سالم بن سلطان بن علي بن تريم، من يقدم لنا مياس على المركز الرابع والمركز الخامس. هناك صدام سالم بن خلفان بن حمد الحافري على المركز الخامس والمركز السادس. هنا التواجد من تواق أحمد بن محمد بن غنام الهاملي. هذه النتيجة للستة المراكز المذاعة، ولكن هناك أسامي لم يحين دخولها لعالم الإذاعة. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا الشوط. الله، أعود وأتابع المقدمة وأعود وأتابع صدارة هذا الشوط. هناك التغييرات من مطلوب، غير مطلوب صالح بن العبد بن علي العويسي، من يقدم لنا مطلوب على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط. ثاني المراكز، هنا التواجد والتقدم من مياس سلطان سالم سلطان بن علي بن تريم، من يقدم لنا مياس على المركز الثاني والمركز الثالث. هناك التواجد أيضا من صدام سالم بن خلفان بن حمد الحافري، من يقدم لنا بركان على هنا صدام على المركز الثالث والمركز الرابع. هنا بركان، هنا متواجد بركان
بركان، سالم بن راشد بن غدير، من يقدم لنا بركان على المركز الرابع والمركز الخامس. هنا وصل مشكور، أول ندى لمشكور، مبارك بن راشد بن حبالة الكتبي، من يقدم لنا مشكور على المركز الخامس والمركز السادس. هنا التواجد أيضا من مشوش، محمد بن عامر بن حمود البادي، من يقدم لنا مشوش، أول نداء أول نداء إذاعة لمشوش في هذه اللحظات. ولكن أعود مع الصدارة، أعود مع المقدمة، هناك صدام غير، صدام سالم بن خلفان بن حمد الحافري غير إلى المركز الأول، غير إلى الصدارة إلى المقدمة. ولكن هناك مياد سالم بن سلطان بن علي بن تريم متواجد على قمة هرم هذا الشوط الله، ولكن التقدم هنا، التقدم هنا من مشوش، محمد بن عامر بن حمود البادي، من يقدم لنا مشوش الله. هي التغييرات، وصلنا لوحة الإعلان 1200، ما تبقى من عمري هذا الشوط، ما تبقى من نهاية هذا المسار. الله الله الله، مشوش محمد بن عامر، محمد بن عامر بن حمود البادي، من يقدم لنا مشوش على الصدارة وعلى مقدمة هذا الشوط. ثاني المراكز، هناك التواجد أيضا، هناك التواجد، شوفوا تابعوا، بالأحبالة وصل، بالأحبالة وصل، الله الله الله. هنا مشكور، مبارك بن راشد بالأحبالة، من يقدم لنا مشكور على المركز الثالث. ولكن شوف مياز، شوف مياز، الله يا مياز، سالم بن سلطان بن علي بن تريم، بن تريم، الله الله الله. ناموس وين؟ السويتش السيارة وين؟ الله الله، شوف بن تريم غير، بن تريم غير إلى المقدمة وإلى صدارة هذا الشوط. سلالة مياز، سلالة مياز، سالم بن سلطان بن علي بن تريم، ولكن مشوش، 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 مياز، مشوش، مياز، بالأحبالة، بالأحبالة، الله الله، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، بن تريم غير، ولكن بالأحبالة، ولكن بالأحبالة، من الجانب الآخر، الله الله، أهل غشابة، أهل غشابة مع مشكور، مبارك بن راشد بالحبالة، مشكور يا بالحبالة على هذا التواجد الجميل والمميز، تهانينا تهانينا، والناموس زفها لمبارك بن راشد بالحبالة الكتبي على فوز مشكور. سلام مدينة العيل، سلام، سلام مدينة الخضرة والجمال، تهانينا تهانينا، مبارك بن راشد بالحبالة الكتبي على فوز مشكور بالمركز الأول، مشكور يا بن حبالة على هذا التواجد الجميل والمميز. ثاني المراكز، هنا مياز، سالم بن سلطان بن علي بن تريم، والمركز الثالث، المركز الثالث مشوش محمد بن عامر بن حمودة البادي، والمركز الرابع صدام سالم بن خلفان الحافري، والمركز الخامس، المركز الخامس نشوان سيف بن نايع بن سالم الشاوي الغفلي. كان التنافس جميل، وكان التواجد هنا أروع، وكان حليف الفوز مبارك بن راشد بالحبالة على ظهر مشكور، تهانينا. والناموس، التوقيت الزمني 7:40، سبع أجزاء من الثانية، تهانينا. والناموس، مبارك بن راشد بالحبالة على فوز مشكور بالمركز الأول. واللي أتانا ثانيا مياس سالم بن سلطان بن علي بن تريم، كان التوقيت الزمني لمياس 7:41، سبع أجزاء من الثانية، تهانينا لسالم بن علي بن سلطان بن تريم الاكتبي على فوز مياس بالمركز الثاني. واللي وصلنا على المركز الثالث، اللي وصلنا هنا مشوش محمد بن عامر بن حمود البادي، التوقيت بن حمود البادي، التوقيت الزمني 7:44، جزئين من 3 أجزاء من الثانية، تهانينا. والناموس لجميع الفائزين.